الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم متابعين قناة عرب جنوب لينكس، معكم عبد المجيب. بأطول انقطاع حصلت لي لليوتيوب، معليش، نظرا لأنه فرت برمجة طويلة طويلة جدا جدا، وبعد البرمجة جيت الاختبارات وبعدين جيت. طبعا صوتي متغير وحلقي متسكر، فمشوا الموضوع لأنه تعبان شوي. اليوم راح نقول وش راح نتعدل وش راح نبدل. اليوم إن شاء الله راح نتكلم عن البرمجة، لأنه كثير منكم رسل لي يقول سوي برمجة، تكلم عن البرمجة، اشرح برمجة. أوكي، أغلب الأسئلة جاءت من الناس ما تدري وش البرمجة، عشان كذا أنا سويت الفيديو هذا. بالبرمجة إيش هي؟ تمام، البرمجة عبارة عن حاجات كذا نركبها على بعض يطلع لك شغلة معينة بالكمبيوتر، هذا باختصار. تمام، الحاجات هذه اللي تحط على بعض هذه عبارة عن أكواد نصية غالبا، بحيث أنها توصل لك عملية حسابية أو عملية منطقية، تطلع لك برنامج معين. تمام، نظام أو فكرة قناتي ما لها علاقة بالبرمجة، لكن راح نتكلم إن شاء الله عن البرمجة. أوكي، أنت كيف تبدأ البرمجة وكيف تصير مبرمج؟ هذا هو السؤال. إذا كنت مبتدئ وحاب تبدأ تتعلم برمجة، ما عندك مشكلة، تقدر تبدأ من أي مكان، لكن السؤال هو من وين أبدأ وكيف أبدأ. أول حاجة لازم تعرف أنت وش تبي من البرمجة، إيش الهدف، وش الغاية اللي عندك أنت تبرمج، يعني إيش حاب تبرمج من الآخر، يعني قلنا تبي تصير مبرمج إيش. هنا لازم تحدث النقطة، لا تقول أنا بصير مبرمج وتسكت، لأنه بالطريقة هذه أنت ما راح تكون مبرمج، راح تكون واحد ساكت. تمام، لذلك لازم أنك تحدد هدفك من البرمجة. خلنا نضرب مثال، واحد بيقول أنا هدفي من البرمجة أني بسوي برامج المؤسسات تجارية وبيع البرامج عليهم، ما فيها شيء، عادي، أنا بأكسب، ليش متعلم برمجة؟ أوكي، هنا معناته أنت تحتاج تسوي تطبيقات سطح مكتب أو برامج سطح مكتب. البرامج هذه بشكل عام راح تشتغل على ويندوز، ليش؟ لأن أغلب الشركات تستخدم ويندوز، لذلك راح تروح لبرمجة فيجوال بيسك مثلا. تمام، هذا مثال. طبعا في سي وفي سي بلس بلس وفي جافا، كلهم طبعا على الذي، وفي عندك البايثون، وفي عدد كثيرة البرامج سطح المكتب، لكن هذا مثال. في شخص ثاني يقول أنا والله أميل للإنترنت، أميل للسيرفرات، أميل للحماية، الاختراق، الشغلات هذه، وحاب أتعلم لغة برمجة تساعده بالموضوع هذا. في لغات برمجة ممكن تساعدك، واحدة منهم وأهم واحدة من لغات البرمجة اللي أنا أشوفها للإنترنت اللي هي الـ PHP. طبعا لغة برمجة ضخمة وكبيرة جدا ومفتوحة المصدر. في أيضا روبي، في بايثون. تمام، بالبداية لازم تحدد هدف توجهك، أنت رايح وين؟ أنت رايح للبرمجة الإنترنت أو رايح للبرمجة سطح المكتب، أو باللي طالع لنا مؤخرا اللي هي تطبيقات الأجهزة الذكية زي الآيفون والأندرويد. أبونتو جايكم بالطريق، لكن ما أدري عن موضوع أبونتو والجوال اللي بيكون نفس تطبيقات الجهاز ولا لا. عموما إحنا ما يهمنا الكلام هذا كله، يهمنا أننا نعرف إنه المعالج حقي بدأت ترتفع حرارته زي ما أنتم شايفين، لذلك بحاول أختصر قدر الإمكان، لأنه بقى وأنا ما أسجل يصير في ضغط على المعالج. ايش وقف على هذا الموضوع. المهم لما نحدد توجهنا، احنا نبي لغة برمجة سطح مكتب او ويب او تطبيقات هاتف ذكي، انا تفسر، احنا بالطريقة هذه سهلنا الموضوع على انفسنا. اوكي، لما تروح تبي تطبق، او عفوا تبي تقول خلاص انا بصير مبرمج تطبيقات، بس انك برضو ما تعرف وش لغة البرمجة اللي تختار، وحاب انك تاخذ نصيحه من واحد خربط كثير اللي هو انا. تمام، اذا انت متردد ما تعرف ايش لغه البرمجه اللي حاب تتعلمها، انصحك تتعلم الجافا. راح تقول لي ليش جافا؟ الجافا لانه بيئه، او بالاصح لما تسوي برنامج جافا راح يشتغل على عده بيئات تشغيل. يعني لما تسوي برنامج تعطيني انا على لينكس راح يشتغل عندي على لينكس، اعطيه على ويندوز راح يشتغل على ويندوز. ايضا عندك امكانيه تبرمج المواقع الانترنت، وايضا عندك امكانيه تسويه الاندرويد والايفون، ما ادري الايفون ما تطلق له ولا ادري عنه، لكن ما اعتقد، اعتقد انه الاندرويد. تمام، هذا بالنسبه للجافا اذا كنت ما ادري وين تروح. لكن في حاجات مهمه الشخص لازم يتعرف عليها قبل ما يدخل البرمجه. اولا، البرمجه ليست رياضيات. البعض يقول ان البرمجه لازم كلها، لازم اكون انا شاطر بالرياضيات عشان اكون مبرمج. اوكي، انت تحتاج انك تفهم بعض قواعد الرياضيات الاساسيه زي المعادلات البسيطه هذه. طبعا في معادله طويله، لكن انت تقدر تبني معادله طويله ومعادله بسيطه، لما يعني انك ممكن تقول مثلا سين
يساوي 1+2 معناته سين 3 تمام. ممكن من المعادلة هذه تطلع 5 معادلات بسيطة وتصير هذه معادلة معقدة، لذلك ما تحتاج انك تعرف رياضيات ضخم تمام انتبه. لكن اللي محتاج انك تعرفه بشكل كبير طبعا هذا الشيء تحتاجه لما تتعدى مرحلة المبتدئ، تدخل مرحلة المتوسط وتبدأ تتطور اللي هو اللغة الإنجليزية. كثير من الناس راح يعارض فكرة اللغة الإنجليزية لما أقول لك تعلم لغة إنجليزية علشان تصير مبرمج. زي ما أنتم شايفين الكتب هذه اللي هنا هذه كتب برمجة، شايفين ترى على فكرة الكتب هذه ضخمة كحجم، يعني لو حطيت يدي هنا مثلا شوف الكتاب هذا، هذا يعني مطول مصبعي ما أدري، هذا كتاب أكثر من 1500 يمكن 2000 ما أدري، أنا عموما الكتاب هذا كبير. الكتب هذه عربية تمام، لكن عربية ليش؟ أنا كنت سابقا ممكن أنكم عرفتوا كنت أبرمج على الفيجوال بيسك، هذا واحد من كتب الفيجوال بيسك الماسترينج تمام. طبعا نظرا لأني ما حددت توجه صحيح بالبداية خلاص الكتب هذه اللي ورا ظهري الحين كلها ما لها فايدة، ما استخدمها ولا أبرمج على البيسك لأن أساسا الحين حتى ما استخدم الويندوز، لكن الحين توجهت للويب لما عرفت أنا توجهي وين رايح تمام. استخدمت البي اتش بي. لكن نرجع لموضوع اللغة الإنجليزية ليش مهم، لأنك لما حاب تتطور بلغة برمجة ما راح شركة كبيرة زي مايكروسوفت تمام. مايكروسوفت ما عنده مشكلة توفر لك مناهج ضخمة، وهذا واحد من المناهج الضخمة اللي هنا، يعني كتاب كبير راح يعلم كل اللي تبي عن فيجوال بيسك تمام. لكن لو تبي تتعلم مثلا جافا ما راح تحصل كتب جافا محترمة وراح تحصل كتب بي اتش بي محترمة كبيرة. يعني انا امس اشتريت كتاب من الامازون، ليش؟ البي اتش بي موجود هنا وحاب اطور نفسي، ما في كتب برمجة عربية خاصة بالبي اتش بي. الحمد لله لغة الانجليزية جيدة، ما يعني اني اقدر اشتري كتب حاليا واتطور اكثر واكثر، لكن زي ما قلت لك بالبداية في بداياتك تقدر تتعلم بدايات اي برمجة بالعربي بسهولة، في كتب كثير العربية بالبدايات البرمجة. لكن لما تبي تتعمق تدخل مشاريع ضخمة وما ادري ايش تحتاج حاجتين، اولا تحتاج الى منهج قوي جدا ويكون ادفانسد، طبعا اغلب الكتب مكتوب عليه ادفانسد تمام، بحيث انك الادفانسد هذا طبعا زي ما قلت لك ما راح تحصله باللغه العربيه بشكل عام، ما راح تحصله لان انا واحد من الناس اللي بحثت عن بي اتش بي، كتاب بي اتش بي حتى لو انجليزي داخل السعوديه ما حصلت حتى انجليزي، اشتريته من برا تمام، فما بالك كتاب عربي ما راح تلقاه. فايش صار؟ اشتريت كتب من برا، انا ما بيك تروح تسوي انجليزي من الحين، انا بيك تبدا بلغه برمجه حبيتها تتعلم اساسياتها وتتعلم معها اللغه الانجليزيه. ايش هي اللغه الانجليزيه اللي حاب اتعلمها؟ انا كطالب لغه انجليزيه اقدر اوصل لك فكره سريعه تمام، انه اللغه الانجليزيه اذا حاب تتعلمها علشان تتعلم لغه برمجه احب اقول لك موضوعك بسيط جدا، راح تتعلم قواعد بسيطه فقط للغه الانجليزيه، يعني قد تحتاج الى منهج بسيط باللغه الانجليزيه بحيث انه يساعدك على استيعاب الكتب. الان لو فتحت كتاب سواء من هذولي او من كتاب بي اتش بي مثلا قراته باللغه الانجليزيه راح يقول لك this function does this 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 تمام، مما يعني انه الفانكشن هذا راح يسوي كذا كذا. طيب فانكشن انت بالاساس سواء رت العربي ولا بالانجليزي فانكشن هي فانكشن ما تغيرت، كلاس هو نفسه كلاس ما تغير، مما يعني انه مصطلحات البرمجه سواء بالعربي او بالانجليزي ما راح تتغير هي نفسها، يعني انك تحتاج الانجليزيه بسيطه بحيث انك تربط الافكار فقط تمام. هذا اللي اقدر اقول لكم اياه كنصائح خلاصه الحديث اللي قلت لكم اياه الحين، انك تحتاج اول شيء تحدد هدف من البرمجه اللي انت حابب تتعلمها، هذا اولا. ثانيا لازم تتعلم بعد ما تحدد الهدف لازم تتحدد لغة برمجة مناسبة لك. إذا كنت مخربط في عندك واحدة من ثنتين، يا تبدأ بالجافا وهذه أكبر يعني فرصة لك إنك إذا كنت ما بديت أنصحك تبدأ بالجافا، إذا كنت ما تبي الجافا تقدر تبدأ من البايثون. فيه ميزة، الميزة اللي هي شو أقول لكم انه نفس تقريبا لا مو بنفس الجافا، في نفس الفكره انه يشتغل على سطح المكتب ويشتغل على ويندوز وايضا يشتغل على الويب تمام، هذا البايثون. لكن شيء طبيعي الجافا انا اعتبره اقوى من البايثون بمراحل كبيره وكثيره تمام. في قناه للاستاذ عبد الله عيد، طبعا هذا واحد من الناس اللي اعزهم واجلهم رغم اني ما تابعت قناته تمام، الا ان تابعت بعض الفيديوهات او قرات بعض الفيديوهات، فعلا الشخص تعبان جدا خصوصا بالبرمجة اللي هي الجافا، أعطى مقدمات لبعض اللغات لكن أشوف أنه تعب على الجافا كثير. إذا أنتم تابعون قناته موجود بالقناة حقتي وما تقدر تحصل مع قناة المفضلة أو القنوات الصديقة اسمه عبد الله عيد، أو بحث عنه باليوتيوب اسمه عبد الله عيد راح تعلم معه الجافا. أيضا بعد ما أنك تحدد اللغة البرمجة اللي أنت بي، طبعا في لغات برمجة كثيرة بالنسبة للإنترنت وبالنسبة للويب، أنت متخربط ما تدري وين تروح، عفوا بالنسبة للإنترنت أو سطح المكتب أنا أروح هنا أنا أروح هنا، إذا كنت متخربط لازم أقول لك أنه
بقات الانترنت تقريبا فيها صعوبة أكثر من غيرها من ناحية إخراج التطبيق بالنهاية. ليش؟ لأنه لما تخلص مبرمج طبعا تحتاج أنك ترسم التطبيق، ترسم عن طريق HTML، الرسم بسيط، المشكلة إخراج الرسم على متصفحات الانترنت. في عندك أول متصفح راح تفكر به اللي هو إنترنت إكسبلورر، لازم يكون متوافق هنا. ليش؟ لأن أغلب المستخدمين يفتحون إنترنت إكسبلورر، تمام؟ صحيح أنه نقطة بداية لتحميل متصفح ثاني، لكنه بالنهاية راح يفتح إكسبلورر، راح تشيك على إكسبلورر فايرفوكس، راح تفتح الأوبرا، راح تفتح الكروميوم، راح تفتح الكروم، كروميوم نفس الشيء، تمام؟ راح تطابق. وطبعا إحنا في ورطة كمطور إنترنت، متورط أنا كل يوم طلع متصفح جديد ويلا طابق مواصفاته. فلازم تتعلم او تحط ببالك الشغله هذه، انه الاخراج بالانترنت صعب، لكن برمجه الانترنت ممتعه وسهله، خصوصا بتفصيل للناس. لما تخلص مسوي موقع تعطيه شخص معين، خلاص تعطيه الرابط او تعطيه ملف مضغوط وصلى الله وبارك. هذا بالنسبه اللي حاب اقول لكم اليوم. حنا راح نتعلم ان شاء الله لغه برمجه. انا طرحت في الفكره باليوتيوب، عفوا بتويتر، قبل كم يوم، الناس تفاعلت معي، نظرا لانه اساسا مبدا قناتي برمجيات حره، تمام، ابو الاصح مختصه بلينكس، فاميل اننا نتعلم اللي هو شيل سكريبتنج، اللي هو شيل سكريبت. طبعا راح تكون لغه برمجه باش، تمام، او البي اتش بي. طبعا البي اتش بي الخيار الثاني، لذلك راح اشوف الاكثر طلب وراح ننفذ عليه ان شاء الله، يا بي اتش بي يا سكريبت شيل. الى هنا انتهى درس اليوم، اتمنى انكم استفدتوا، عفوا على الاطاله. بالنسبه لاي شخص ارسل لي رسائل بالفتره اللي راحت انا راح ارد عليك ان شاء الله، ما تركت البريد، البريد عاد زي ما هو، ما فتحته تاركه زي ما هو بفتحه، واي شخص ارسل لي شيء راح ارد عليه ان شاء الله تعالى.